بسم الله، شو صار له الولد؟ لا تطلعوا فيني، كل اللي بعرفه انه هدول شغل الست مريانة والباقي ما بعرف عنه اي شيء. بابا لوين راح وتركنا؟ ليش هو ما قال لك حياتي؟ حابب يبقى لحاله شوي. طيب ليش بتحب الناس انك تضل لحالها؟ حبيبتي مو كل الناس هيك. طيب هو لإمتى رح يضل قاعد لحاله؟ يعني بابا إمتى رح يرجع يقعد معنا؟ ما بعرف حبيبتي. صباح الخير. قديش الساعة؟ 7. اليوم الأحد، ليش فايقة بكير؟ لا تقلي لي إنك ما نمتي. شاهيناز، تعي لشوف. ما بتعرفي ليش الواحد بيسهر؟ في لحظات بتمر بتخلينا ما ننام. أنا لما قدرت نام منيح عرفت إني نسيته لفراس. أختي عن جد زعلت كتير على الشي اللي صار معك مبارح. لو كنت محلك كنت رحت وحاسبتها لهديك اللي اسمها جيداء على اللي عملته. وهالشي شو رح يغير بالقصة؟ صار في بنت بيناتهم. طيب شو بدك تعملي؟ مثل ما ضليت حب نديم بيني وبين حالي كل هالسنين اللي مرت، رح ضل عم حبه هيك كمان. شاهيناز، انتي امتى فقتي كمان؟ بصراحة كنت عم تسمع كلامك. انتي ليش بتعملي قديسة بتضحي بسعادتك؟ خلونا نسكر هالموضوع بقى، لا تشوشوا تفكيري. شو قصة العيلة صايرة كلها مشاكل؟ طلعي على حالتنا أنا وأنتي وهلا. اعتبارا من هلا رح أحط حد لهالمسخرة، لأنه الحياة بدها تستمر ماشي؟ رح نرجع ننبسط مثل الأول. يلا خلينا نفيق هلا. يلا. وقفي، شو عم تعملي؟ لك اتركيها نايمة. لا، رح نروح مع بعض ونركب خيل. يا عمري. رح نفيق مثل ايام زمان ماشي؟ لا تخبصي ايمان. ايه شو فيها؟ طيب يلا. يا
يلا لشوف. داكور رح ازعل منك اذا ما بتغني. طيب ماشي. عندهم سيارات وجدي عنده حمار بيركبنا خلفه بياخدنا مشوار والشوفير يصفر له بإيده ويأشر له سيارات تزمر له باب باب باب. كلنا عندهم سيارات وجدي عنده حمار بيركبنا خلفه بياخدنا مشوار والشوفير يصفر له بإيده ويأشر له سيارات تزمر له باب باب باب. بتعرفوا يا جماعة أنا بحياتي كلها ما شفت عيلة حلوة وسعيدة مثلكن. مزبوط، نحن بعز مشاكلنا منعرف كيف نضحك. شو خالتي وينها؟ مو هون. خالتي وينها؟ خالتي 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 وينك؟ خالتي يا خالتي أنا فوق وكمان مو هون ومو هون كمان ما أنا بالمطبخ. بدكم روحوا اسأل تيتا عليها خالتي؟ استني ما رح نفيقها هلا. صباح الخير. صباح النور. فيداء انت شفتي خالتي عايشة الصبح شي؟ أنا هلا فقت وما شفتها لشوفي. ما أنا هون. شو عم بيصير يا بنات؟ خالتي عايشة مو هون، أنا رح شوفها بالمزرعة. بابا؟ حبيبي؟ خالتي مو جوا، حدا شافها شي؟ لا لا، نحن فايقين من شي ساعة، معقول تكون راحت أبكار؟ ألو نعم عيشة، هذا أنا صهرك. كيف بتروحي بدون ما تخبري حدا؟ قلبنا البيت ونحن عم ندور عليك. لا تأخذوني، بس طلعت بكير. ليش هالعجلة بقى؟ وليش لحتى تطلعي بالسر يعني؟ شو بيهمك؟ أنت هيك بدك. شو يعني أنا شو بيهمني وهيك بدي؟ حتى اللي قاعد بوتيل بيخبر الناس إنه هو رح يطلع. احمدي الله أنك بنت حماي، لأنه المفروض ما عاد أحكي معك. اسلوب كتير سخيف، عيب هيك عيب. ما عم بقدر افهم اللي عم يصير معه باخر فترة. بس انا فهمت. مسعود ممكن تعطيني مفتاح السيارة؟ ليش شو بدك تعملي؟
لازم روح واحكي مع خالتي. طيب انا بوصلك. لا بدي روح لحالي، انا رايحه اغير ثيابي. شعرت بابا؟ ولا شي بنتي. شاهيناز بدها تروح لعند خالتي. ليش بدها تروح؟ حابة تحكي معها بالموضوع. خليها تحكي اللي بدها اياه بس بدون ما تخبرني، ماني حابب اعرف. حبيبتي خبري مسعود والبقية اني رايح لعند جودات. ألو نعم، كيفك فريال؟ ابني عندك شي؟ هاي جوا ثواني. أمك على التليفون. شو بدها؟ أمي شو صاير من الصبح؟ مو خير أبدا، أخوك طالع خلقه ومعصب تعب سرعة. شو هالحكي؟ شو صاير؟ عايشة ضابة كل غرادة من صبحية الله وحاملة حالة ورايحة. هاتي توم لقلك. ايه خليها تروح، المخلوقة عندها بيت. ابني هي ما راحت من غير سبب، راحت من ورا الست مريانة. إذا ضل الوضع هيك أنا كمان بدي أطلع. كيف؟ أمي والله ما عم بفهم شي من حكيك. الأمور كتير عم تتعقد. حركيون. شو اسم المسلسل اللي كانت تتابعه مرتك؟ دلاس أو هيك شي؟ والله صرنا مثله. شو هالحكي هاد؟ أمي والله أنت ناوية تجنينيني. قولي بقى شو القصة؟ فريال وطي النار تحتهم. ما فيني احكي شي على التليفون، ترك مرتك شوي هلا وتعال هون مشان نحكي. يا الله. ايه طيب ماشي. شو بدها؟ بدها ياني. الجو متخربط ببيت اخي. الله يستر يا فريال، الله يستر. امك راحت لهنيك ومرتحنا من قصصها؟ دخيلك فريال، لا تبلشي لي هلا، سيارة اخي عندي ولازم وديها. بعدين أنا اشتقت لأمي. والله العظيم. ستي تيتا. شوفي يا بنتي ليش عم تصرخي؟ ستي أنت وين بتختفي فجأة؟ ليكني أنا ما اختفيت. شوفي ما في شي، خالي فخرية عاملة قهوة وهي وهلا ناطرينك تحت العريشة. ماشي خليني اتوضى وصلي وبعدين رح أجي. ماشي. وينو أبوكي؟ ما بعرف بس شفته راح لعند جارتنا. بدك تاخذ لها دجاجة هيك؟ لا والله بدي اعلب لها اياها قبل. بابا شو قصتك؟ كل مرة بتاخذ لها دجاجة، بلكي المخلوقة فهمتك غلط. هي اللي بدها دجاجة. طيب أي واحد ناخذ منهم؟ هات هاد. هدول بيتفاهموا مع بعض. أنا باخذهم إذا بدك. لا لا أنا باخذهم. أول ما تخلص من القص خذ الصوف كله على السوق يا جودات. حاضر. ماتيلدا؟ شو رأيك نشوف بابا شو بده يعمل؟ هيك شي مو مقبول أبدا. لك بالعكس رح نتسلى، أنا وشاهيناز عملنا هيك من قبل. يلا تعي.